بين لنا ذلك سيدنا رسول الله. هذا الزمان أودع الله فيه أيضا العتق من النار. ونحن نحفظ عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام المنير حين بين أن لله عتقاء في رمضان وذلك في كل ليلة. يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في كل ليلة أنك إذا قرأت القرآن الكريم تجد قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. نحن نصوم نهار رمضان. في شهر رمضان الكثير من العطايا الإلهية لك دعوة مستجابة، وذلك عند الفطر. كيف عند الفطر؟